يعني هما كانوا عارفين من اول ان هو اللي قتله وما قالوش. طب ليه يعني؟ مش فاهم. بقول لك ايه، مفيش داعي للكلام ده. الحمد لله ان احنا خدنا منهم موافقه. بصراحه بقى الفيديو ده هيسهل علينا حاجات كتير. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل؟ مفيش حاجه اسمها نعمل. انا شرط عليك من ساعه ما قلت لي الفكره المهببه ديت محدش هيعمل العمليه دي غيري، وانت مش هتتنقل من هنا غير لما تجي لنا تعليمات من مصر. ولو ضلمت عليك بقى هتعمل ايه لوحدك؟ وانت قبل ما تجيلي كنت بعمل ايه؟ ما كنت لوحدي. يلا سلام. سلام ايه يا خالد؟ ما تخافش، عمر الشاي باي، ولا كنت شاي اول وصغير. خلي بالكم نفسكم انتوا. باي. متأكد انك لما تشوف الفيديو هتيجي يا صفوان، ولا تحب اقول لك يا فرانك احسن؟